أنا النهارده فرحان جدا جدا جدا، علشان دايما احنا بنقول إن احنا عايزين الأب والرجالة يساعدوا الأمهات في البيت، فالنهارده هنشوف ده عملي مع ميستيلا. وأول ما نقول ميستيلا يعني هنقول المنتجات اللي بتحافظ على بشرة البيبي وبشرة الأم، ومنتجات محترمة جدا، وشرف لينا إن يبقى معانا هنا في 4 شارع شريف ميستيلا، الخبرة الكبيرة لأكثر من 70 سنة خبرة في عالم في الجلد، وإن دايما البيبي والأم جلدهم يبقى في أحسن صورة وفي أحسن نضارة. خلونا النهاردة بس نبتدي كده نرحب بواحدة من سكان الشارع عندنا، دكتورة سهى شبانة مدير شركة ميستيلا إيجيبت. أهلا بيكي. أهلا بيكي. منورة. نورك. كل سنة وأنت طيب عشان شهر طيب. المرأة ويوم المرأة وعيد الأم والحاجة، وداخلين على رمضان كله مع بعض. كل سنة وأنت طيب. أخبارك إيه؟ كله كويس الحمد لله. احكي للناس أخبار ميستيلا إيه؟ ميستيلا جميلة بيكو دايما، يعني جميلة بيكو. احنا خلال يمكن الشهر ونص اللي فات استعرضنا كتير من منتجات ميستيلا، بس خلينا نفكر كده الناس وبنقول خبرة 70 سنة، 70 وبراءة اختراع في كذا حاجة طبعا، من ضمنهم الافوكادو. الافوكادو فكري كده الناس أهمية الافوكادو وأهمية براءة الاختراع اللي ميستيلا أخدتها في كذا منتج. براءة الاختراع اللي خدتها ميستيلا على مدار السبعين سنة كلها هدفها هي رفع كفاءة جلد البيبي، الحفاظ عليه، تغذيته، وفي نفس الوقت مساعدة الأم والطفل إنهم يعدوا المرحلة دي بمنتهى السلاسة، وهم عندهم إجابات مباشرة على كل الأسئلة اللي ممكن تيجي للأم في الوقت ده بخصوص طفلها. فعندنا مثلا زي براءة الاختراع بتاعة الأفوكادو. الأفوكادو إحنا عارفين أهميته وفايدته كويس قوي للجسم وللشعر وللجلد بكل أشكاله، فالأفوكادو في بشرة الأطفال بيرفع كفاءة ومناعة البشرة بتاعت الطفل، لأنها بطبيعتها بتكون في الوقت ده ضعيفة ومحتاجة عناية أكتر، على عكس ما ناس كتير فاهمة أن بشرة الطفل دي سوبر A1 ما فيهاش أي مشاكل، بل بالعكس هي من أكتر أنواع البشرات اللي ليها أو عندها احتياج للعناية أكتر، لأنها بتبقى مناعتها أقل بكتير وبتبقى حساسة أكتر. فالأفوكادو بيرفع مناعة البشرة وفي نفس الوقت بيغذيها ويرطبها، وكمان بيحافظ على الخلايا الجذعية اللي بيتولد بيها الطفل، لأنه كل ما فضل عددها كتير زي ما هو، كل ما فضل بشرة الطفل في أحسن صحة ليها لأطول وقت ممكن. أوكي، لما نتكلم عن منتج ميستيلا بنقول إن هو ما فيهوش عوامل خارجية أو حاجات مصنعة. بالظبط. كله حاجات بالزبط. طبيعية. بالظبط، خالي من أي مواد حافظة. عشان كده احنا لقيناها الجنينة الحلوة اللي بالظبط كده، بالظبط، خالي من كل المواد الحافظة الضارة اللي ممكن تضر الجلد البيبي. طيب تعالي بقى نتعرف بالأسرتين الجمال اللي معانا النهاردة، وهنبتدي بالأم اللي معانا النهاردة أستاذة ليزا مجدي. ازيك يا ليزا؟ الحمد لله. أخبارك إيه؟ كويسة الحمد لله. ابنك اسمه إيه؟ دانيال. دانيال عنده قد إيه؟ 3 شهور ونص. 3 شهور ونص. من غير ما يسمع جوزك بيساعدك في اي حاجه؟ كتير بصراحه. يا شيخه. يا ليزا. لا بجد. متاكده؟ هنعرف دلوقتي. كان نرحب ب زوجها الاب اللي معانا النهارده، بابا دانيال كيريولوس عصام. ازيك يا كيريولوس؟ ازيك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام. كله تمام الحمد لله. بتحمي البيبي كلها قد ايه؟ يعني على حسب ما مامته بتكون مش موجوده، احنا بنحميه كل يومين، بس على حسب مامته بتكون مش موجوده انا وبتغير له الحفاضات كلها، كل حاجه كل حاجه. لو مامته مش موجوده، لكن لو موجوده بتسيبها تتصرف. بنام انا بقى خلاص. بتنام. ماشي ماشي يا كيرولوس، اهلا وسهلا بيك. كمان معانا في الجانب الاخر، احنا هيبقى في مسابقه دلوقتي هتشوفوها، الام اللي معانا استاذه نيبال عسل. ازيك يا نيبال؟ اهلا. اخبارك ايه؟ انت منوره. ميرسي. مين ابنك؟ مراد. مراد عنده كم شهر؟ 5 شهور. 5 شهور. ربنا يخليك. ومعانا ابو مراد دكتور احمد مراد. انت مسميه على اسمه بابا؟ لا والله هي اللي مسميه. بتحب حماها يعني؟ ايوه. طيب انت بتحمي مراد وبتعمل له كل حاجه ولا ايه؟ بصراحه لا. بصراحه لا. بصراحه لا. يعني دلوقتي اول مره هيحصل. بجد؟ اول مره هتحمي مراد؟ اه. طيب احنا معانا النهارده 2 بيبيهات معانا هنا. هذا البيبي اللي بيمثل استاذ مراد اهو، اوكي، اللي عنده 5 شهور. اوكي، ده عروسه طبعا، مراد جوه في الاوضه بيعيط. خلاص. وعندنا البيبي اللي الناحيه الثانيه اللي بيمثل دانيال اهو. بص استاذ دانيال عنده 3 شهور. شبه مين؟ شبه مامته ولا ايه؟ مامته. شبه مامته. طيب احنا هنديكوا
سبع دقايق. المفروض في السبع دقايق هيعملوا ايه؟ دكتوره سهى هتشرح حالا. وعايزين بس نقول حاجه، الاب اللي فيهم هيكسب ان هو هيحمي البيبي، هينشف البيبي، هيلبس البيبي الحفاضه، هو اللي هيكسب جايزه من مستلة. عندنا جايزه واحده. احكي لهم كده. طيب احنا الكومبيتيشن دي يا شريف وكلمنا عنها من اول حلقه جينا فيها في شارع شريف، ان احنا عايزين الابهات بقى جه دورها انها تتدخل وتساعد شويه، عشان الابهات نايمين وفي الجيب وبره ومش بيساعدوا الماميز في اي حاجه. فاحنا دورنا النهارده ان احنا عايزين نعمل ديمو مصغر او تجربه صغيره بتورينا عنايه ببشره الاطفال بتحصل ازاي، وخصوصا الصغيرين قوي اللي قد سن دانيال ومراد اللي هم لسه في اول الشهور. أوكي. ازاي نحميه، هنعمل ايه بعد الحمام، هنغير الحفاضه ازاي. عايزين الاساس ده هو اللي نبتدي بيه النهارده، وتورونا هتقدروا تعملوا ده ازاي، عشان ده المفروض دوركم في الوقت اللي احنا بالظبط دور ما في الوقت اللي احنا هنحدده. طب بصي بقى يا دكتور، انت حاسه مين اللي اشطر؟ والله انا حاسه ان هما الاثنين شاطرين، حتى دكتور احمد اللي هو اعترف النهارده ان دي اول مره، هو كفايه انه عنده العزيمه والنيه انه يبدا. طيب ليزا ونيفال، حاسين مين اللي جوزها اشطر؟ مش عارفه بقى وقت الجد هيتصرف لوحده تمام ولا لا. انت حاسه انه هيكسب؟ نيفال يعني هشجعه طبعا، هقول اصل لازم انا هقعد اعترفي تصفري وتعملي حاجات كده احمد وحاجات. طيب هنعد مع بعض دلوقتي سبع دقايق بالظبط، وده وقت كبير جدا، احنا المفروض كنا نديلهم من ثلاث لاربع دقايق، هنديلهم دلوقتي سبع دقايق بالظبط، نشوف كيرولوس واحمد هيحموا البيبيهات ازاي، هينشفوهم ازاي، وهيلبسوهم الحفاضه ازاي. 3 2 1 جو. يلا احكي لنا كده يا دكتوره سهى، اول حاجه هيستخدموها ايه؟ اول خطوه المفروض بدا بيها كارلوس ان هو استخدم الشاور جيل والشامبو جنتل كلينزنج جيل، ده اللي بيناسب للبيبيز من اول ما يتولدوا، لانه بينفع ان يبقى غسول للجسم والشعر في نفس الوقت. أوكي. وبالذات ان احنا عايزين نعمل العمليه دي بسرعه جدا، وقت حمام البيبي المفروض ما ياخدش وقت طويل، وخصوصا لو الجو برد زي دلوقتي. أوكي. او في الشتاء في عز الشتاء. بيبقى المفروض انه العمليه تتم بسرعه جدا عشان البيبي ما ياخدش برد. أوكي. ينزل كم ضغطه من وان بامب واحده تكفي ان هي او ضغطه واحده يعني تكفي ان هو يحمي جسم البيبي الصغير كله. اوكي. طيب المفروض وهما بيحموا البيبي يبقى الاوضه يعني الطقس فيها عامل ازاي؟ البيبيز اللي لسه مولودين كده المفروض تكون الاوضه مقفوله بحيث انها تبقى دافيه، ما يبقاش مكان فيه تيار هواء، وتكون درجه حراره المايه زي درجه دمعه العين بنسميها. أوكي. درجه أوكي. حراره احنا عندنا هنا دكتور احمد خلص برافو. الحمام اوكي نبيل تاني بيعمل ايه كيرولوس؟ حط حاجه ثانيه. هو لسه كان في مرحله الشاور جيل والشامبو. خلاص ده اوكي امسك بس ابنك كويس، امسك كويس. كده الشاور جيل والشامبو كده فكره الحمام نفسها الشاور نفسه كده هم خلصوها، برافو عليهم هم الاثنين بسرعه عشان البيبي ما يبردش، ودرجه حراره الميه كانت مناسبه، بس ما حدش فيهم اتاكد من درجه حراره الميه الاول. انا اتاكدت عشان كنت خايف على العين. هما بيعملوا ايه دلوقتي؟ بعد كده هما بيحطوا اللوشن دلوقتي الهايدرا بيبي لوشن، لانه خطوه الترطيب بعد الشاور مباشره هايله، مسام الجسم بتبقى مفتوحه، مسام الجلد اقصد. وفي نفس الوقت الترطيب مهم قوي، لان بشره البيبي باينه من بره انها جميله ورطبه، لكن هي محتاجه ترطيب لانه حاجز الجلد مش مكتمل. اوكي. طيب خليني اسال نيفال وهي كده بترش للبيبي، اشمعنى اخترتي منتجات مستيلا؟ انا كانت فكره ان يعني حسيت ان انا اي تراست مستيلا، احساسي انها كلها حاجات ناتشرال حاجات طبيعيه كلها، وبالذات فكره الافوكادو عامه، هو حتى لينا كستات بنعمل ماسكات من الافوكادو، دي اكتر حاجه مرطبه للبشره. أوكي. فكنت حاسه ان انا مجرد انها معموله من الافوكادو حسيت ان انا اي تراست مستيلا. اوكي. نفس السؤال هنساله لليزا، اشمعنى مستيلا؟ دايما من وانا اصلا حامل هايلي ريكومندد من اي مكان. انت حامل كمان الستريتش مارك؟ بالظبط. فانا هايلي ريكومندد من اي حد كان قبلي من اصحابي او من الصيدليات او من اي مكان، مستلا دايما احسن. أوكي. حاجه في المكان. بتشتغلي ايه؟ دكتور اسنان. بجد؟ اهلا وسهلا. ميرسي. وكيرولس بيشتغل ايه؟ فوتوغرافر. والله مش كنت تجيبي الكاميرا معايا تصوري اللحظه المهمه دي. واستاذ احمد انت دكتور اسنان برضه؟ دكتور اسنان. اوكي. نيفال
بزنس اناليست. يعني ايه ده؟ محلله ماليه؟ الى حد ما بالظبط كده للمشاريع. طيب بيعملوا ايه دلوقتي؟ هم دلوقتي هم حطوا كريم، كانوا شراع جدا، حطوا كريم الحفاض اللي لازم نحطه مع كل تغيير حفاض وزعوه على المنطقه بشكل يعني مظبوط كويسين، وبوقتي بيقفلوا الدايبر بسرعه، وهم حاولوا ينشفوا البيبي اسرع عشان العمليه ما تاخدش وقت طويل. فهم كده وصلوا شاطرين. لا الاثنين خلصوا مع بعض؟ هايلين. خلصت؟ ايوه. هات ابنك. ايه الريحه الحلوه اللي طالعه دي؟ في 4 دقايق تقريبا خلصت هنا دانيال ومراد. هاتوا لي دانيال كده بعد ما استحمى. حياتي يا دانيال اهو. فله انا شايله كده صح؟ اه مظبوط. اوكي دانيال اهو. ادي دانيال خلاص، هنديه لبابا، اديه لمامته يمسكه. وهنا مراد، استاذ مراد. مراد اهو بابا حمال اول مره، ان شاء الله مش هتبقى اخر مره. بمناسبه ان اول مره، احنا عايزين نقول للاباء لازم دايما يساعدوا الامهات. حرام عليك. طب حرام عليك. يعني الامهات بشكل في رحله الامومه عموما بيبقوا محتاجين دعم من اقرب الناس ليهم، ومين اقرب الناس ليهم؟ بابا الموجود في البيت. صحيح. مين اللي كسب؟ والله يوم الاثنين كسب. طب انا عندي هديه واحده. يعني هقول لك حاجه، هو عشان مستلة اهل كرم بزياده، هما الاثنين كسبوا، والاثنين هيكون ليهم حالا هدية من مستلة هجيبها لكم دلوقتي. بس قولي لي الشنطة دي فيها ايه بالظبط؟ الشنطة دي فيها نفس المجموعة اللي انتوا استخدمتوها في الشاور او الحمام بتاع البيبي بالتغيير بالعناية بالبشرة، بس تكفينا لمدة 6 شهور. ارفع ايدك. لا ده عشان دانيال ومراد. اوكي حاضر. اوكي ماشي. اوكي وريهالنا بقى كده. قولي لي تاني كده فيها ايه؟ في نفس المجموعة اللي هم استخدموها، الشاور جيل والشامبو، الجنتل كلينزنج جيل، وفيها كريم اللوشن او كريم الترطيب الهايدرا بيبي، فيها السكين فريشنر اللي هو المعطر للجسم والشعر، فيها ده اللي طلع الريحه الفظيعه بالظبط. وهي كل منتجات مستله ليها نفس الريحه. صحيح. على فكره. صحيح. عشان تبقى ليها الريحه المميزه. صحيح. دي وفيها كمان الكريم تغيير الحفاض او الدايبر كريم 1 2 3. وكمان فيها الوايبس اللي بتبقى معانا واحنا جوه البيت وبره البيت طول الوقت، عشان يفضل دايما دانيال ومراد طول فل. الوقت كل اللي تعالي جنبه، تعالي جنب جوزك، تعالي جنب جوزك وابنك. ايوه كده انجزوا بعض. امسكي بس اللي عيلك. ايوه انجزوا بعض، دول حضنوا بعض. امسكي راسه كويس البيبي هيقع. اوكي النهارده كده بشكر مستيلا، عرفونا على اسرتين من مصر، اب وام، واب وام كل واحد معاهم معاه ابنه 3 شهور و5 شهور. شفنا استخدام منتج مستيلا، شفنا ان الاب المصري اب شاطر جدا، قدر يحمي البيبي، قدر يغير الحفاضه في وقت قياسي 4 دقائق. صراحة. وقت قياسي، وده وقت هايل. ما كنتش متوقع بالزبط. ده هي. ما تلخموش، حافظين المنتج، عارفين ايه بيتحط قبل ايه. فانا بحيهم. حيهم. برافو 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 برافو، شرفتونا نورتونا. شكرا. ميرسي. ربنا يخلي لكم مراد وتشوفوه عريس ان شاء الله، وربنا يخلي لكم دانيال وتشوفوه عريس. ميرسي. شكرا. ناويين تجيبوا بيبيهات تانيين؟ 5. اه ده انا ازعل منك زعل. قول لي دانيال بس كده عشان يعني 2 كم. تمام قوي. 2 معاه؟ يعني يعني يبقوا 3؟ اه على حسب يعني، لسه مش متاكدين. هتضربني لو اتكلمت. هي عايزه مراد بس خلاص كده. انا معاكي. انا معاكي. هنزلهم الواحد. ممكن كمان واحد عشان تجيبوا بنوته حلوه. وانت كمان ممكن واحد عشان تجيبوا بنوته. اكتر من كده لا. مش كده ولا ايه؟ يا دوب يا دوب. كفايه عشان تعرفوا تربوا ونعرف نصرف عليهم كويس. بشكرك دكتوره سهى شبانه مدير شركه مستيلا ايجيبت على وجودك معانا. شكرا. وعلى اختيارك 4 شارع الشريف ان دايما مستيلا تبقى معانا فيه، وان شاء الله تبقوا معانا دايما، لان ده اللي انا عارفه ان انتوا تبقوا معانا دايما خلال السنه في اوقات معينه. هتلاقوا مستيلا بمنتجاتهم بكل الجديد وكل اخبار المنتج هيكونوا معانا دايما في 4 شارع الشريف، المنتج اللي احنا بنثق فيه لصحه صحه البيبي وصحه الام، دايما يبقوا في امان وفي احسن حال. بشكرك. شكرا ليكي. شكرا ليكم. كل سنه وانتم طيبين. ميرسي جدا. خلونا نشوف فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم، عندنا حفله حلوه قوي. خليكم معانا لو سمحتوا. 4